مستمرة منذ 95 عاماً. الرئيس عبد الفتاح السيسي: العلاقات المصرية المجرية نموذج يحتذى به. الرئيس السيسي يعلن الاتفاق مع رئيس وزراء المجر على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر. رئيس وزراء المجر للرئيس السيسي: مصر هي القلعة الحصينة في شمال إفريقيا. رئيس وزراء المجر: لولا مصر وسياستها لغرقت أوروبا في مشكلاتها. بصوا شوفوا الكلام، شوفوا الكلام، هو بيتكلم هنا على مصر اللي بتعمله، قال لك مصر اللي بتواجهه الهجرة غير الشرعية واللي بتعمله مصر، قال لك لو مصر يعني واخدة إجراءات وبتاخد إجراءات قوية جدا كنا غرقنا، كانت قارة أوروبا دي كانت غرقت في المشكلات بتاعتها. رئيس الوزراء المجري يعلن التعاون مع مصر في مجال الطاقة النووية. رئيس وزراء المجر: استيراد الغاز المسال من مصر بحلول 26 وسنوطن صناعات بها. دكتور مصطفى مدبولي: زيارة مهمة قوي قوي. وعاد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد زيارته إلى قطر لاستغراق 3 أيام. دكتور مصطفى مدبولي النهاردة كان عامل اجتماع مع كبار رجال الأعمال وكبار مستثمرين القطريين: نواجه ظرفا استثنائيا لتدبير النقد الأجنبي وسننهي أزمة سعر الصرف قريبا. مصر وقطر تدرسان إنشاء صندوق استثماري مشترك. دكتور مصطفى مدبولي: أطلقنا تيسيرات في مجال الضرائب والرخص ونبحث المزيد من الحوافز الجديدة للمستثمرين. اتكلم كمان خلال لقائه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، واستمع طبعا إلى مداخلات منهم، اتكلم على الفترة الماضية والقادم كمان في هذا الملف، واتكلم على أنه هناك إجراءات الدولة المصرية حريصة وبتاخدها في كل المجالات، ودعم كبير جدا على يعني تقديم إقرار حوافز لتشجيع الاستثمارات في المجالات المختلفة. واتكلم الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في شركات عالمية بتشتغل في مجالات التصنيع المختلفة وطلبت إدخال حوافز معينة، وقال إن احنا أنجزنا ذلك من خلال البرلمان، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان في غضون أيام قليلة. هنا دكتور مصطفى مدبولي بيقول لنا كمان خبر مهم، إنه في البرلمان سيقر حوافز جديدة، ده اللي قاله رئيس الوزراء النهاردة، حوافز جديدة خاصة باستثمارات وشركات عالمية بتعمل في مجال التصنيع داخل مصر. وهذه الشركات اللي اتكلم عنها رئيس الوزراء وهو بيتكلم مع المستثمرين القطريين طلبوا مزايا معينة أو حوافز جديدة، قال لك إن احنا أنجزنا هذه المزايا وهيتم إقرارها أو إنجازها من خلال البرلمان المصري خلال أيام. المستثمرين القطريون اتكلموا النهاردة على المشروعات بتاعتهم، هم جايين يستثمروا في إيه أو عايزين إيه، بيتكلموا على قطاع الصناعات الغذائية، بيتكلموا على قطاع الصحة، بيتكلموا على قطاع السياحة، بيتكلموا على تكنولوجيا المعلومات، بيتكلموا كمان على قطاع القطاعات العقارات والإسكان، بيتكلموا على الفنادق، مجموعة كبيرة من الفنادق. الدكتور خالد عبد الفار النهاردة شرح أيضا الفرص الاستثمارية المتزايدة في قطاع الصحة، واتكلم على انه المستثمرين القطريين عندهم ليهم اهتمامات بالاستثمار في هذا القطاع، قطاع الصحه، واتكلم على منظومه التامين الصحي الشامل، واتكلم على البنيه التحتيه المتطوره اللي مصر بتشتغل عليها واللي شغاله عليها، اتكلم ايضا على قطاع الدواء، وهناك فرص ايضا للجانب القطري للدخول في مجال ايضا دخول ويكون في شراكات ما بين مصر والمستثمرين القطريين في مجال الصناعات المغذية في قطاع الأدوية. المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اتكلم على الأولوية، قائمة المشروعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية واللي تم إعدادها بالنسبة بناء على حجم الواردات من السلع وتعميق المنتج أو التصنيع المحلي، ويتكلم على أنه قطاع الأمن الغذائي يحتل الأولوية القصوى بالنسبة لمصر وخاصة وسط أزمة التوريد
العالمية. الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط اتكلمت على أنها عقدت العديد من اللقاءات على مدار الفترة اللي فاتت مع رجال وسيدات الأعمال في قطر، وأنه اللقاءات دي شهدت اتحدثت فيها عن ما تم إنجازه من مشروعات وتجربة مصر التنموية الكبيرة ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، واتكلمت على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات الإقليمية واللي بتفتح الباب أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى أوسع الأسواق. شرحت وزيرة التخطيط جهود صندوق مصر السيادي، وأشارت إلى إمكانية أن يقوم الصندوق صندوق مصر السيادي بتوفير بعض المباني للمستثمر القطري الراغب في الاستثمار بالقطاع الفندقي، وربما تكون بتتكلم على مجمع التحرير اللي هيكون فندق طبعا، وبعض كمان المنشآت الأخرى واللي ممكن تتحول إلى فنادق. اتكلمت دكتورة هالة السعيد كمان على أنه يجري العمل على إنشاء صندوق استثماري مصري قطري مشترك. يبقى هنا كمان بنتكلم على أخبار مهمة. اتكلمت على أنه منتدى الاستثمار المصري القطري سيكون فرصة أيضا للجانبين المصري والقطري لعرض ما لديهم أيضا من مشروعات ومزايا هنا أو هناك. زيارة مهمة جدا قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. عمل حوار دكتور مصطفى مدبولي أيضا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، اتكلم فيه رئيس الوزراء علاقاتنا مع قطر تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، واتكلم طبعا وجه طبعا قدم التهنئة لقطر على النجاح اللي حققته في تنظيم كأس العالم 2022، وقال انه نجاح قطر يؤكد على قدرة الدول العربية في تنظيم المحافل الكبرى، المحافل الدولية الكبرى، والتمتع بمقومات وكوادر بشرية على قدر عالي من الكفاءة والمهارة والدقة. تحدث الدكتور مصطفى مدبولي في الحوار مع وكالة الأنباء القطرية الرسمية على تطلع أو نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين مصر وقطر والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري والعمل على تنشيط التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. أشار رئيس الوزراء في الحوار مع وكالة الأنباء القطرية إلى زيارة الوفد الوزاري إلى قطر، والتي تتزامن مع التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة. لفت رئيس الوزراء إلى المباحثات مع الجانب القطري، وتضمنت الكثير من القضايا والموضوعات التي تساهم في تعزيز التعاون بين مصر وقطر في كافة المجالات. تطرق رئيس الوزراء إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لا يرتقي لمستوى العلاقات التي تسعى البلدين إلى الوصول إليها، وتحدث أيضا رئيس الوزراء على الطفرة اللي تشهدها مصر في البنية التحتية وفي وسائل النقل والاتصالات وبناء مدن جديدة ذكية، وفي المقدمة العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص. تحدث رئيس الوزراء أيضا على عرض أهم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية. تحدث رئيس الوزراء أيضا في هذا الحوار مع وكالة الأنباء القطرية على الحراك وعلى الدعم الكبير بين مصر وقطر في الفترة الحالية. ذكر أيضا دكتور مصطفى مدبولي على دعم القطاع ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، واستهداف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص ل 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى طرح 32 شركة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات والانتهاء من وثيقة. تحدث أيضا بتفاصيل كثيرة رئيس الوزراء، اتكلم أيضا على الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وبالتالي تأثيرها على مصر، وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وأصدرت مؤخرا الحكومة حوافز لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر
والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات خلال 20 يوم عمل، وتفعيل نظام الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وإصدار العديد من التسهيلات اللازمة مثل الرخصة الذهبية. تحدث رئيس الوزراء أيضا في حواره مع وكالة الأنباء القطرية على الأوضاع في المنطقة وإمكانية التنسيق المشترك بين قطر ومصر في العديد من الملفات. أكد رئيس الوزراء عندما سئل حول هذا الأمر على أن المنطقة بها العديد من الملفات الشائكة التي تمس الأمن القومي العربي، ونتطلع ونعمل على مزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية. جدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الراسخ في دعم ومساندة دول الخليج العربي التي تشاركنا دوما في الأهداف والمصير ضد أي مخاطر أو تهديدات خارجية، بما في ذلك دعم جهود تأمين حرية الملاحة وحماية مصادر الطاقة ضد أي تهديد لها. والتأكيد كما أكد دكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ. وعلى الصعيد نفسه أشاد رئيس الوزراء بموقف قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، والتأكيد في مناسبات متفرقة على قطر على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحث الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في حواره مع وكالة الأنباء القطرية بالتطلع لمزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية. المستثمرون القطريون يعربون عن رغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمار. السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول. خلوا بالكم ده كمان تطور مهم وتطور خطير. السلطات التركية تهدم مئات البنايات في اسطنبول تحسبا لزلزال مدمر. هنا بيتكلموا الأول مرة على اسطنبول، وبدأوا في هدم 380 برج أو عمارة أو منزل في اسطنبول، وقالوا أن المباني دي أقيمت منذ 2005 ولا تتطابق مع معايير الخاصة بالزلازل، وهم عندهم مخاوف أنه في زلزال مدمر، ربنا يستر ويسلم. وبالتالي بدأوا في هدم بنايات أكثر من 380 بناية في اسطنبول. 55 هزة تضرب العالم خلال 13 ساعة. الأرض تتحرك على مدار 22 يوما. ال 13 ساعة اللي فاتوا دول ضربوا العالم، على فكرة أرجاء العالم، 55 هزة أرضية على مدار ال 13 ساعة اللي فاتوا. أزمة تايوان، خلوا بالكم المعركة اللي جاية ومعركة قريبة ليست بعيدة، معركة قريبة وليست بعيدة، ودي معركة خطيرة جدا جدا، أخطر من الأزمة الروسية الأوكرانية. تاني أخطر، نحن نتكلم هنا على أكبر بلدين، أكبر اقتصادين في العالم. بكين تحذر واشنطن من عواقب الطريق الخاطئ فيما يتعلق بأزمة تايوان. بكين النهاردة الخارجية الصينية اليوم تحدثت بمنتهى القوة وقالت أنه لن نسمح لأي دولة في العالم أنها تتعامل مع أزمة تايوان كأزمة عالمية. أزمة تايوان هي أزمة داخلية صينية فقط. لن نسمح للأمريكا ولا أي دولة أخرى تتعامل مع أزمة تايوانية أنها أزمة عالمية. قالوا أنه هي أزمة داخلية وأزمة صينية، والصين لن تسمح لدولة في العالم أن تتحدث عن تايوان كانفصال أو استقلال. صين واحدة وموحدة. كلام الصين النهاردة مختلف، وكلام الصين النهاردة مختلف عما كان عليه. هما دايما بيتكلموا كده، ولكن النهاردة زي ما بيقولوا كده بيظهروا العين الحمراء أكتر. هناك تحركات أيضا لمواجهة الصين. البيت الأبيض
يمهل وكالات الفيدرالية 30 يوما لحظر تيك توك. بعد مهلة حظر تيك توك، الصين تتهم أمريكا باستغلال السلطات الوطنية وقمع شركات الدول الأخرى، لأنه هنا بيعملوا مواجهة تيك توك وحظر تيك توك، ودي مواجهة مع الصين، لأنه بقى هذا التطبيق بقى ليه يعني مشاركات كبيرة جدا على مواقع التواصل، على هذا الموقع تحديدا، وبقى ليه كمان متابعة كبيرة جدا، وربما يسبب أيضا خطر على المواقع الأمريكية. وبالتالي بدأت أمريكا وغير أمريكا واللي بيجروا ورا أمريكا، خلي بالك اللي بيصير ورا أمريكا. كندا امبارح بدأت أيضا حظر تيك توك، نشوف مين تاني. البرلمان الأوروبي يقرر حظر تيك توك على هواتف موظفيه. البرلمان الدنماركي يطلب من نوابه وموظفيه إزالة تيك توك من هواتفهم. بلينكن هنا إيه بقى؟ جولة للدول اللي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، ثم بعد في 91 لما حصل انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلت هذه الدول، ومنها كازاخستان. بيزور بلينكن 5 دول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، اليوم بيزورهم عشان ايه؟ يعمل حصار لروسيا من الدول المجاورة لروسيا. بلينكن في كازاخستان: لن نتردد في فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تلتف على العقوبات ضد روسيا. بوتين النهاردة كان بيزور وكالة الأمن القومي الروسي: سنستخدم كل الوسائل الضرورية لمواجهة أي تهديد لأمننا القومي. لافروف وزير الخارجية الروسي: موقف الدول العربية بشأن أوكرانيا متوازن رغم ضغوط الغرب. ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي: الناتو، أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف الشمال الأطلسي لكن على المدى الطويل. عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع في يناير الماضي إلى 91.5 مليار دولار. الاقتصاد الياباني اللي هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتراجع لأدنى مستوى منذ 2 عامين. قفزة غير متوقعة في التضخم بفرنسا وإسبانيا تزيد قلق المركز الأوروبي. فرنسا النهاردة تجاوز 6.7% التضخم، وبالتالي عمل قلق كبير للبنك المركزي الأوروبي. فرنسا تضع قيودا على استخدام المياه. فرنسا عندهم مشكلة، مخاوف من حدوث أزمات في المية، وبدأوا ياخدوا إجراءات، مخاوف من الجفاف، مخاوف من ندرة المية، فبدأوا يحطوا اعتبارا من شهر مارس بعد خلال الأيام القادمة ضوابط على عملية استخدام المية للناس في بعض المناطق. بريطانيا معدل التضخم في السوبر ماركت يسجل أعلى مستوياته، بيسجل كم حضرتك تفتكروا؟ 17%. نقص الفواكه والخضروات في بريطانيا قد يكون مؤشرا لمشكلات أعمق. رئيس شركة إني لسه بكلمكم عنه من شوية، ديسكالزي، يحذر من احتمالات عودة زيادة أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير. بيتكلم في هذا الأمر وبيحذر، وقال إن أوروبا قدامها من 2 لـ3 سنين عشان تستغني عن الغاز الطبيعي الروسي بشكل كامل. قال لك أوروبا قدامها ما بين 2 إلى 3 سنوات، مش قبل كده، عشان تستغني بشكل كامل عن إيه؟ عن الغاز الروسي. طب إيه هيعملوا إيه بعد كده؟ قال لك عشان كده أسعار الغاز رغم أنها تراجعت الفترة الماضية، ولكنها سوف ترتفع مع بدء ملء المستودعات الأوروبية اعتبارا من شهر مارس القادم. أيضا الوكالة الدولية للطاقة تحذر من ارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية لزيادة الطلب بالصين، والوكالة الدولية للطاقة بتتكلم على الارتفاعات هتصل لمستويات قياسية جديدة. كم؟ بيتكلموا على مستويات قياسية جديدة. قالوا لأنه هيكون في طلب معدلات نمو في الصين، زيادة طلب ب 35%. الصين معدلات النمو عندها
طلب على الغاز هتزيد لدى الصين ب 35%، أكبر مستورد للغاز في العالم. وبالتالي الوكالة الدولية للطاقة عملت تقرير النهاردة نشر في باريس اليوم، اتكلم على أنه سوق الغاز رغم أنه تعرض لأسعاره الانخفاض في الأشهر الأخيرة، لكن هذه الأسعار سوف تزيد في ظل زيادة الطلب الهند والصين بشكل أساسي. وباعتبار الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي رفعت مؤخرا القيود بعد مكافحة كورونا، وهذا الأمر يؤدي إلى طلب كبير جدا. الصين السنة اللي فاتت ما كانتش طالبة الغاز بشكل كبير، هتبدأ الطلب، وبالتالي كل التحركات بتتكلم على مستويات الغاز ترتفع لمستويات قياسية وغير مسبوقة. خلال أول ثلاث أيام من انطلاق مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحص 8000 من راغبي الزواج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية. وزيرة التضامن النهاردة دكتورة نيفين القباج كانت في مجلس النواب النهاردة، وبتواجه بالأدوات الرقابية للسادة النواب النهاردة، وقالت أخبار كتيرة جدا، منها معاش تكافل وكرامة يتجاوز 1000 جنيه، وإضافة خلوا بالكوا رقم 1,000,000 أسرة خلال عام. يبقى تكافل وكرامة الحسبة كلها ما بين بطاقات التموين، ما بين النقدي، ما بين السيد الرئيس أمر بيه، بتتجاوز 1,000 جنيه، وإضافة 1,000,000 أسرة في سنة واحدة، إضافة 1,000,000 أسرة. مجلس الشعوب النهاردة مشكورا بيوافق على تخفيض 70% من الجمارك على سيارات المصريين بالخارج، لأنه طبعا كان زي ما حضراتكم عارفين لما طرح هذا الأمر حصل المبادرة الخاصة بالعربيات لم تحقق الأهداف بتاعتها والغرض منها نتيجة لبعض الحاجات، وبالتالي بدأت شكوى من المصريين برا، وطبعا كان لهم طلبات وليهم حاجات، وبالتالي الدولة عايزة تساعد وعايزة كمان تديهم تسهيلات كبيرة جدا. فبقى النهاردة مجلس النواب كمان خفض اداهم تسهيلات تصل إلى 70% من الجمارك. يعني إيه؟ هيدفعوا 30% فقط من الجمارك. اللي هيستفيدوا من ده مين؟ الخليج، المصريين موجودين في الخليج العربي، لأنهم كانوش مش بيستفيدوا، لأن اللي في أوروبا منطقة اليورو عندهم خلاص صفر جمارك، فما عندوش مشكلة. اللي كان عنده مشكلة اللي قاعدين في الخليج أو في دول ما فيش فيها يعني صفر جمارك، وبالتالي بيستفيدوا من هذا الأمر، وهيكون إقبال هيكون أكتر، لأنه كمان حصل تطورات مهمة تتعلق بالإجراءات اللي أخذتها مجلس النواب النهاردة في هذه التعديلات الخاصة. وهيكون في إقبال، لأن احنا على مدار الفترة الماضية زي ما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللي تقدموا للمبادرة 42,000 واحد، ده رقم طبعا قليل جدا. التحويلات اللي تم تقديمها تحويلات ضمن المبادرة 202 مليون دولار، ده رقم بسيط جدا. اللي تم موافقة إصدار موافقات ل 2900 واحد، عدد الطلبات اللي استعلمت والاستفادة 2650، وبالتالي أنه كلها أرقام متواضعة. تاني بقول أرقام متواضعة، لما تم إطلاق المبادرة ديت كانت توقعات أنه ممكن يبقى فيه حوالي 500,000 عربية، فإحنا بنتكلم على أرقام ضعيفة جدا، كنا بنتكلم على أرقام متوقعة تصل لحوالي 2-3 مليار دولار، تخيلوا بنتكلم على 200,000,000 دولار. فنتيجة لحاجات كتيرة اتعملت ما أدتش للإقبال، لكن أعتقد اللي اتعمل النهاردة هيؤدي إلى إقبال كبير في الفترة القادمة، لأنه في تسهيلات كمان مهمة جدا، وتسهيلات كمان خاصة بالمصريين في الخارج. شعبة الدواجن، استقرار أسعار الدواجن في مصر والكيلو ب 75 جنيها للمستهلكين، ده النهاردة. ترند النهاردة، نشوف ترند النهاردة. ترند النهاردة زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، نعم مصر السيسي تنتصر دايما، مصر اللي موجودة في كل مكان، موجودين في كل حتة، موجودين في العراق رئيس مجلس النواب، موجودين في سوريا رئيس مجلس النواب وزير الخارجية، موجودين في تركيا وزير الخارجية، موجودين في قطر رئيس مجلس الوزراء، ودايما مصر تنتصر دايما بإذن الله تعالى في كل المحافل وفي كل القضايا.